شكرناه قبل لحظات، ولكن شكرناه على أساس أنه في مدينة الرباط. اليوم كيلتحق بنا وفي هذه الليلة المباركة الأستاذ الروائي الكاتب المتميز صديق طفولتنا الأستاذ عبد النبي قوارة. مرحبا بالأخ عبد النبي قوارة، وتحية خاصة لناس العاصمة الرباط اللي شرفونا، وتحية العساوة من مدينة الرباط جميعا. تحية لسي فؤاد قسوس اللي ما يخلي معنا حتى شي تظاهرة، وهو الكاتب والأديب الذي استطاع أن يترجم عددا كبيرا من قصائد ملحوظ إلى اللغة الفرنسية، فشرفنا كبير بحضور هذا الرجل الكبير. تحية للأستاذ سيدي محمد الطاهري، وتحية لأسرة مكرمنا الكريم المرحوم سيدي أحمد أقوبي، تحية لأسرة كاملة، تحية للضيوف الكرام اللي حضروا معهم في هذه المناسبة اللي كندعيو فيها بالرحمة والمغفرة المكرمنا سيدي أحمد أقوبي، واللي غادي تكون سهرة كبيرة غدا إن شاء الله بقاعة المؤتمرات حمرية على شرف شخصية هذه الدورة سيدي أحمد أقوبي، فمرحبا بكم جميعا. تحية الأستاذ العبريدي، والشيخنا سيدي محمد المرعازي. تحية للإخوان كمان شركائنا كذلك، وسمحوا لي الله يرحم الوالدين ملي كنجبدوا الاسماء كيوقع لينا الاحراج وكتغيب عنا بعض الاسماء، راه حتى شي اسم ما مقصود الا ما ذكرناه. شكرا للجميع، شكرا لشركائنا. تحية لسي سبتي، غادي صحاب ممكن نهضر على راسي لان حتى انا سبتي. تحية لسي بكيران، وتحية لخويا بوريش اللي ذكرنا غدا ان شاء الله باشعار للمرحوم الراشق. نذكروا الاسماء واشير في انتظار التحاق الطائفة العيساوية إلى أن جمعيتنا عندها إذاعة سور انترنت أبليكاسيون اللي بغي أستالي الإذاعة ديال رحاب الملحون. الإذاعة ديال رحاب الملحون راه إلي فاسيل غراتويت، راديو رحاب الملحون يا ناستان، راه كتبت قصائد ديال الملحون وبرامج خاصة بالملحون وبالتراث اللامادي 24 ساعة على 24 ساعة. ما كرهتش نشكر كل واحد بالاسم ديالو، لأننا جد سعداء بتواجدكم معنا وحضوركم. أش أحسن ما يمكنش جمعيتنا تتحرك بلا هاد لاشوبي. هادي لاشوبي تورنوت ديال جمعية رحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية حسناء اليوبي. تحية لأسرة بن حماد، تحية الأخت حسنة والأخت فاطمة، وتحية الغائبة الكبيرة واللي حاضرة معنا دائما ومتبعانا أونلاين الحاجة خديجة بن عمان. وغادي نعيط العنصرة في اللجنة ديال اللوجيستيك زينب بن عمان.
ان ديفورمون توتال لاكوز ديالنا اللي هي خدمه فن الملحون. زينب بن حمان تحيه لزينب. تحيه خويا سعيد. ولكن غدا ان شاء الله ابتداء من الساعة 10 الافتتاح الرسمي لفعاليات هاد الاحتفاليات. وعندنا خيمة عملاقة في الساحة ديال الهليم، مرحبا بكم جميعا. وفي العشية ان شاء الله غدا سهرة كبرى فيها عروض للاسوسياسيون لي زونفون داغامون والفرقة التونسية للحضرة العيساوية مع المايسترو مرشد ومع غادي نقول لكم شكون كاين وما يبقاش عنصر المفاجأة. مرحبا بكم، ما غاديش تخدموا الا جيتوا لعندنا ان شاء الله غدا في العشيه في القاعه ديال المؤتمرات حمريه. وتحيه للاخت والفاعله الجمعويه خديجه قوار. شكرناه قبل لحظات ولكن شكرناه على اساس انه في مدينه الرباط. اليوم كيلتحق بنا وفي هذه الليله المباركه الاستاذ الروائي الكاتب المتميز صديق طفولنا الاستاذ عبد النبي قوارة. مرحبا بالاخ عبد النبي قوارة. وتحيه خاصه لناس العاصمة الرباط اللي شرفونا، وتحية العساوة من مدينة الرباط جميعا. تحية لسي فؤاد قسوس اللي ما كيخلي معنا حتى شي تظاهرة، وهو الكاتب والأديب الذي استطاع أن يترجم عددا كبيرا من قصائد ملحون إلى اللغة الفرنسية، فشرفنا كبير بحضور هذا الرجل الكبير. تحية للأستاذ سيدي محمد الطاهري. وتحية لأسرة مكرمنا الكريم المرحوم سيدي أحمد أقومي. تحية لأسرة كاملة. تحية للضيوف الكرام اللي حضروا معهم في هذه المناسبة اللي كندعيو فيها بالرحمه والمغفره المكرمنا سيدي احمد اقومي، واللي غادي تكون سهره كبيره غدا ان شاء الله بقاعه المؤتمرات حمريه على شرف شخصيه هذه الدوره سيدي احمد اقومي. فمرحبا بكم جميعا. تحيه الاستاذ العبريدي. والشيخنا سيدي محمد بن العازي. تحية للإخوان كامان شركائنا كذلك. وسمحوا لي الله يرحم الوالدين ملي كنجبدوا الأسماء كيوقع لنا الإحراج وكتغيب عندنا بعض الأسماء، حتى شي اسم ما مقصود إلا ما ذكرناه. شكرا للجميع. شكرا لشركائنا. تحية لسي سبتي. غادي صحاب كنهضر على راسي لان حتى انا سبتي. تحية لسي كيران. وتحية لخويا بوريش اللي ذكرنا غدا ان شاء الله بأشعار للمرحوم الراشق
نذكروا الاسماء واشير بانتظار التحاق الطائفه العيساويه الى ان جمعيتنا عندها اذاعه سور انترنت ابليكاسيون اللي بغي اسطالي الاذاعه ديال رحاب الملحون. الاذاعه ديال رحاب الملحون راه الي فاسيل اي غراتويت راديو رحاب الملحون اي اون اسطالي راه كتبت قصائد ديال الملحون وبرامج خاصه بالملحون وبالتراث اللامادي 24 ساعه على 24 ساعه. ما كرهتش نشكر كل واحد بالاسم ديالو لاننا جد سعداء بتواجدكم معنا وحضوركم. اش احسن اسماء هي العنصر المهم. ما يمكنش لجمعيتنا تتحرك بلا هاد لاشوبي. هادي لاشوبي تورنوت ديال جمعيه رحاب الاسماعيليه للملحون والموسيقى التراثيه حسناء اليوبي. تحية لأسرة بن حماد، تحية للأخت حسنة والأخت فاطمة، وتحية للغائبة الكبيرة واللي حاضرة معنا دائما ومتبعانا أونلاين الحاجة خديجة بن حماد. وغادي نعيط العنصرة في اللجنة ديال اللوجيستيك زينب بن حماد. الديفولمون توتال لاكوز ديالنا اللي هي خدمة فن الملحون. زينب بن حماد تحية لزينب. تحية لخويا سعيد. ولكن غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 الافتتاح الرسمي لفعاليات هاد الاحتفاليات، وعندنا خيمة عملاقة في الساحة ديال الهليم. مرحبا بكم جميعا. وفي العشية ان شاء الله غدا سهرة كبرى فيها عروض للاسوسياسيون les enfants d'Arano والفرقة التونسية للحضرة العيساوية مع المايسترو مرشد ومع غادي نقول لكم اشكون كاين وما يبقاش عنصر المفاجأة. مرحبا بكم. ما غاديش تقدموا الى جيتوا لعندنا ان شاء الله غدا في العشية في القاعة ديال المؤتمرات حمرية. وتحية للأخت والفاعلة الجمعوية خديجة قوارة. ونقدم سيد عبد القادر المرابط واللي ولا تقليد عندنا في الليلة الربانية اللي كنديروا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وكيكابد وكيحضر معنا الله ينصرو ويعاونو ويرزقو الصحة والسلامة. وتحية لبنتي مريم وهشام. تحية الحاج زروان. تحية الحاج زروان مرحبا بي. أجل أجل وما حتاج وما عليك ما جيتي. الأستاذ خدام الله محمد هو الأمين ديال الجمعية ديالنا لو تريزوري
بالاسوسياسيون رحاب الاسماعيليه. تحيه للاستاذ سيد محمد عبد الله. اشوف شحال من الاولاد انت صاحبي. ونخليكم مع الشاي. وتحيه لمؤسسه البلار ديال الشاي الشركه ديالنا. Stop.
نسيت فرق الله تحنا الحوف نشادي تنسير فرق الله
الحرس سايح جبالي من الحرس انا مرتاح وما نسى مرتاح وما نسى نبيب ومشى نبيب ومشى وصيب قلبي باغي نصى صيب قلبي باغي نصى سيدنا محمد Oh, God.
الدايم الله ولا انا دايم الله الله الدايم الله ولا انا دايم الله الله الدايم الله ولا انا دايم الله شينا هم ونايد رزق في مفصل
شايلة همونا يدريس شايلة همونا يدريس وكنسى شايلة همونا متنس شايلة بادي بعيسى شايلة همونا متنس شايلة همونا متنس باش كتمشي سفينة باش كتمشي سفينة باش كتمشي وترصي صالات على الخزي باش كتمشي وترصي صالات على الخزي 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 الشرفة يا هالمراني ويا الشرفة يا هالمراني